اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا دايما بحلقه جديده من ولا اطيب. حلقتنا لليوم كمان مستمرون بالباك تو سكول، وكمان ضيفتنا اليوم معنا ضيفه كثير مهضومه وكثير قويه ومصره انه تحكي بالفرنسي، بس نحن عم نقول لها قد ما فيك احكي بالعربي ان شاء الله ما تحكي بالفرنسي. شو اسمك؟ مايفا. شو؟ تاني. انت اليوم مع الشيف ريشار بدك تتعلمي كيف نطبخ ونعمل ساندويتش؟ نعم. لكن منهم اهلا وسهلا للمشاهدين، قولوا لنا اهلا وسهلا للمشاهدين. اهلا وسهلا. ايه لو بتشوفوا قبل التصوير كيف كانت عاش اهل على الكاميرا كله بخاف. لكن مشاهدينا اكيد رح نبلش بالطبق الاول ونرشق نحن وياكم. مكونات بوزة الذرة، 500 جرام ذرة، 150 جرام قطر، 100 جرام مياه معدنية. تنشوف مكونات الطبق الثاني ونرجع نحن وياكم. مكونات ساندويتش كراب اللذيذ، خبز فرنجي عدد واحد، 100 جرام خس ملون، 100 جرام لحم كراب، 50 جرام بندورة كرزية، 50 جرام فليفلة، 50 جرام كبيس خيار، 50 جرام أفوكا، 10 جرامات خردل، فلفل أسود رشة. ونحن كمان هنكفي الطبق الثاني، خلينا نشوف شو المكونات ونرجع نحن وياكم. مكونات معكروني باللحم مع نقانق الدجاج، 250 جرام معكروني، 100 جرام كرات، 50 جرام كراب، 20 جرام ثوم، 50 جرام فطر، 200 جرام لحم مفروم، 200 جرام نقانق الدجاج، 100 جرام ذرة صفراء، 500 جرام بندورة مطحونة، 20 جرام زيت زيتون، ملح حسب الرغبة وفلفل حسب الرغبة. خلينا نشوف مكونات الطبق الرابع ونرجع نحن وياكم. مكونات بسكويت كيك مع جوز الهند، 400 جرام بسكويت، 100 جرام زبدة مذوبة، 250 جرام شوكولا مذوب، حليب مكثف حسب الحاجة، برجز الهند حسب الرغبة.